كل خير، انا ملي كنشوفكم كيكون غير خير الحمد لله. كما كتعرفوا كانت حفل لشركه اللي تبارك الله في المستوى من تنظيم شركه في المستوى كذلك اريج حفل. الحمد لله شفتوا الاجواء اللي عشنا مع الناس، اجواء رائعه جدا والحمد لله. تحركوا شويه الحفلات الحمد لله، كان شويه كانت بديت كنبان شويه الحمد لله، يمكن بحكم الناس اللي كنت متواجد معهم في الحفله اللي كتفانا مع دنيا باطمه، بحال كاين بزاف الفنانين اللي كتكون متواجد معهم وعندهم تبارك الله عندهم درايه كبيره في المواقع وعندهم جمهور كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا عطاني واحد الدفعه معنويه الحمد لله. والله العظيم انا ما مخاصم مع حتى حد، انا واحد الانسان جد مسالم وعندي علاقه طيبه مع الناس كلهم. انا من النوع اللي ما كنهضرش الا ما كان عندي شي حاجه نقدمها، هذا هو العيب ديالي. يعني ما كنفتحش المشاكل، ما كنجيش غير نعيط للناس اجي ونهضر، كنبغي نقدم شي حاجه شي عمل ندير ليه هذيك الساعه الندوه ديالو ندير نقدر نتكلم. ملي كيكون شي حاجه بحال هكا ملي كيسولوني الناس كنجاوب. امنيه فينا يا امنيه، راه سنين ما شتهاش، كنتمنى تكون على خير. انا كنعرف اخر مره كنت شادي واحد 5 سنين كانت في الامارات، وكنظل باقا في الامارات. كنتمنى لها الصحه والعافيه والنجاح الدائم، والناس ديما كيسولوا عليها. وبكل صراحه ما عرفتش واش المشكل ديال الكم الهائل ديال الفنانه، ولا المشكل فيا، ولا المشكل في الناس اللي كيتعاودوا يدوزوا بزاف تمرات. انا ما كنبغيش نتكلم على هذه النقطه، لان ماشي انا بوحدي اللي مضروب، بزاف ناس اللي مضرورين، وكاين اللي مضروب اكثر مني انا، منهم الرواد. نشوف نفس الوجوه كتبقى تعاود. هذا مشكل خاصهم توجهوا للناس القيمين على البرمجه. علاش هاد نفس الوجوه هما اللي كاينين؟ واش هما اللي كاينين هما اللي كيغنيو؟ ما عرفتش. لا 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 ما عندناش علاقه. انا كنت غدوز الساره الليله صارتنا، ولكن دوزت هادي واحد العامين، يعني هادي مده طويله ما دزتش دوزيام. اخر ما دزت دوزيام هو استوديو لايف مع ليلى سناء، قد مريكا وجه لها تحيه. ولكن ما يمكنش يبدا نلوم الناس، انا واحد النوع اللي ما كنعيطش الناس، انا ماشي النوع اللي كنعيط دوزني الله يخليك دوزني ولا انا عندي شي حاجه. انا اللي بغاني كفنان والحمد لله الاسم ديالي عنده وزن ديالو اللهم لك الحمد، راه كيعيط ليا كندوز. انا كنتكلم على نفسي، ما نقدرش نقول لك بعض الفنانه داك الشيء كواليس وما تحاوليش ديري فيك شي واقع زعما. انا كنتكلم على نفسي، انا من النوع اللي ما كنتصلش. نكون صراحه علاقتي طيبه مع الناس، ولكن الحمد لله الفن ديالي والاسم ديالي راه كيتكلم عليا. تبارك الله عليك، شفنا دي كوفر عندك في الانترنت كيضربوا مشاهدين. الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. كنشوفو السينجل ديالك، وملي كنشوفو السينجل كنشوفو انت غادي في واحد الطريق اللي ماشي اللي باغي نشابه بحال ديالك. شنو بكل صراحه، انا واحد الانسان تربيت على واحد الموسيقى المغربيه اللي هي اصيله، ولكن الا سمعتي الاعمال ديالي راه هي اعمال شبابيه. النجاح ما عندوش معيار، كاين اعمال شبابيه. عطيتك عاد الله اغنيتي نقاد نجاح كبير، نديها مغربيه اغنيتي المغربيات، انا كنفتخر بالمراه المغربيه اغنيتي من كلماتي. يعني كاين اعمال ممكن كنتسنى هذاك البوز ديال الفن ولا الاغنيه اللي غدير لي لو غران سوكسي، انا كنقلب عليها. كنتمنى ان شاء الله العمل الجاي اللي غادي ينزل في عيد الحب يكون في المستوى وينال استحسان. هو هذا سكوب، اغنيه بعنوان الغرام سلطان من كلماتي والحان مصطفى جورج وتوزيع حمزه الغازي. نتمنى ان شاء الله تنال
استحسان وتكون هذيك النقطه اللي خاصها يعني ان شاء الله. ماشي انا قلت لك ماشي نسبه المشاكل، قلت لك ماشي الاغنيه الشبابيه، انا خاصها تكون شبابيه هي المعيار باش تنجح الاغنيه. تماما، ولكن ما كنهضرش على نسبه المشاهده. انا كنشوف الان كاينين بعض الاغاني اللي صراحه ما كاينش شي كلمات نيت، ولكن راه قلت لك الموسيقى العربيه والمغربيه كلها مستوى ديالها نزل. علاش؟ من نهار الناس من ولا المواقع التواصل الاجتماعي تفرعت بزاف، ولا كلشي كيدخل الصغير والكبير، ما بقاش معيار، لان اغلبيه لا بليبار اللي كيتفاعلوا مع الاغنيه هما المراهقين، وعاود انت طالع شويه بشويه العدد كينزل. هنا ما كيبقاش معيار، كاين الناس تبارك الله اللي راقيين كيبغوا يسمعوا اغنيه مغربيه كيمشي يسمعها ولكن ما كيتفاعلش. ولكن الاغنيه ديالك عطيتك العهد؟ الحمد لله كانت اغنيه، شوفي عندك عطيتك عهد الله، عندك عطشان حتى الان باقا كتسمع، عندك ذاك الغافل حتى الان هذا شحال اغاني اللي تربينا عليهم حتى الان باقا كيتسمعوا وناجحين الحمد لله. كتسمع لي كوفر ديالك في الاغاني؟ الله يكبر بك ولي الشرف والله. هذه حوايج راه مزيانه، لان الناس راه باغا الفن الراقي. وانا ما كنقولش اعمال كلها اللي ناجحه راه بدون مستوى، كاين اعمال في المستوى، كاين بعض الاعمال اللي خاصهم يرقاو شويه في الكلمات. شنو نقول لك دابا انا ما يمكنش نعقب على الكلام ديالو، ولكن نقول لك انا كلام ديالي انا واحد الانسان اللي كبرت من صغري وانا كنشتغل في ملهى ليلي ما نخبيهاش كلشي يعرفها. خدمت من صغري وانا عندي 14 سنه، تعلمت وخدمت مع الناس القدام اللي ماتوا الله يرحمهم، خديت منهم الفن والاخلاق. ملهى ليلي كاين فرق من هذه شحال هذه ومن هذه لدابا. المستوى الفني ديال شحال هذه ماشي بحال دابا. قبل كان المستوى، كنت ما كنتيش مغني في المستوى، عندك الريبيرتوار في المستوى اللي هو طربي وثقيل ما تغنيش مع دوك الناس. هنا فين تعلمنا. اما الاختيارات ديال واش الانسان يشتغل وما يشتغلش كما الاختيارات ديالو الشخصيه، لان الله اللي كيحاسبك على المساله، ماشي بالضروره تكون خدام في الملهى الليلي ودير شي حاجه خايبه. كاين بزاف المستوى، الناس في المستوى اخلاقهم عاليه كيخدموا وكيسالوا منهم. انا كندير الباساج ديالي نص ساعة المكانة ولا ساعة المكانة وكنمشي بحالي، عمر كان عندي مشكل ولا شي حاجة ما عجبتنيش، حيت أنا ما كنجلسش وما كنجلسش مع الناس تما. ثاني حاجة مؤخرا ولينا كنشتغلوا في مطاعم، ما بقيناش عش ملاهي، ما بقاش كيديروا فرقة موسيقية، ما بقاش المستوى اللي كاين. دابا حاليا كنشتغل في مطعم ما فيه لا كحول ما فيه لا تدخين. أنا عجبني الحال بزاف الكونسيبت، لأنه ما فيهش الكحول ما فيهش التدخين، وكيجيو عندنا عائلات ولو الناس كيجيبوا وليداتهم ووالديهم. اجواء رائعه جدا وانا تحمست الفكره ويمكن نكمل فيها. لا بالعكس، شوف انا عجبني المنتخب. اول حاجه لا بليبار ديال المغاربه ما تفائليش بهذا المنتخب، هذه حاجه صحيه. عشمي كنكون متفائلين بزاف كنطيروا بكري، الناس كتعاتب على المنتخب الماتش ديال البارح انه كانوا بزاف ديال الفرص وما تسجلوش. الحمد لله كنكريو لي زوكازيون، يعني كاين الفرص، يعني النجاعه غتجي من بعد. انا متفائل خير وكنتمنى لهم التوفيق يا ربي. نقدر نشوفك شي برنامج بحال فصيله زوين ديك فصيله كون كاتيكوري غدا تبدا فصيله عاوتاني مشي لها، لانه برنامج عطاني الكثير وتعلمت فيه واستفدت منه لا فنيا وتقنيا، وحتى دخلت بيوت الناس الحمد لله. وبفضل فصيله انا باش حاليا باش كاين اسمع كاع لي انا ليا الشرف. بالعكس خصنا على القول العمل يناسبنا مع فنانه او فنان، يعني اي فنان عنده عمل ولا باغي يدير ديو معايا نجلسوا نتفاهموا، نلقاو غير العمل اللي غيلقى الناس ويكون في المستوى انا موجود ليا الشرف. خلينا على احلام انوار، شنو العلاقه اللي كتربطك بها؟ احلام انوار نتكلم لك على بشرى، هي احلام انوار اسم فني، ما نتكلم لك على اختي بشرى. بشرى احلام انوار كمغنيه. احلام انوار فنانه تبارك الله في المستوى، صوتها جميل، باقا ما لقاتش الفرصه ديالها، ما خدتش الحق ديالها. ها؟ بالعكس انا ليا الشرف بالعكس، ولكن بشرى عندها احلام، عندها توجه اخر، يعني احلام عامل اسم فني بالك، التوجه ديالها خليجي 100%. يعني عندها صوت قوي، كنتمنى لها التوفيق. بالعكس انا يشرفني ندير ديو مع اختي، ولكن خصني نلقاو عمل مناسب اللي يجمع ويمجز ما بين اللون ديالي واللون ديالها. الاسم اللي خلاتي ديال انوار اللقب غادي يعاونها شويه باش. بالعكس انا اختي ما مخلي عليها حتى شي حاجه، بالعكس اختي نبغي لها كامل التوفيق، والحمد لله هي كتشق المسار ديالها الفني وكنتمنى لها التوفيق. دابا حاليا هي خدامه في تركيا، مي كنتمنى لها التوفيق. انا كنحاول نوجه لها بزاف النصائح، كنعاونها باش ما كان، راسها صغير صوتها جميل، ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله. والعمل نتمنى لها شي عمل اللي يدير لها كرون سوكسي وتلقى البلاصه ديالها في الساحه الفنيه. الله يطول العمر. اخر كلمه شغتقول لنا؟ كنقول لك شكرا على الاستضافه، وانا جيت سعيد التواصل معكم، واللي مورا الكاميرا عزيز عليا بزاف،
كنحيي لا انت على راسي وعينيا، انت على راسي وعينيا، مي هو دابا مورال. تحية لحمزة بوقنادل جنود الخفاء سيدي حمزة، وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وكنشكر جميع المحبين والناس اللي كيساندونيك وتيقوا في الفن ديالي. تبارك الله عليكم، وكنتمنى 2020 تحيد عنا هذا الوباء، وتمنى الصحة والسلامة لجميع المغاربة في مكان. الآن في قناة أشواق تيفي، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.